السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه جدا 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 لانها فيها بتنجان مشوي وانا بحب البتنجان جدا، وهنشوي فيها كذا نوع خضار، بس ده مش معناه انها وصفه لايت، لا هي وصفه فيها بشاميل وفيها جبن، فهي وصفه يعني بس الجزء اللي خفيف فيها هو الجزء بتاع الخضار المشوي، وهي يعني كأنها لازانيا بس هي مش لازانيا، بس احنا هنستعمل البتنجان بدل اللازانيا، فهتبقى حاجة كده طعمها لذيذ جدا. علشان نعمل الوصفة بتاعتنا دي عايزين بتنجان مشوي شرايح، وعايزين كل اللي الخضار هنقطعه شرايح وندهنه بشوية زيت زيتون ونشويه. ممكن ما تدهنوش كمان زيت زيتون زي ما انتوا عايزين، بس طبعا اكيد لو دهناه هيبقى لذ. فعايزين 2 بتنجان شرائح مشوي، و4 كوسة شرائح مشوي، 2 فلفل أخضر مشوي، 2 فلفل أحمر مشوي، 2 فلفل أصفر مشوي، 2 كوب مشروم برضو مشوي، وبصلة كبيرة مقطعة مكعبات، و3 فصوص ثوم مفروم، وبشاميل جاهز، ملح وفلفل، رشة جوزة الطيب، نص كوب ريحان، 2 كوب جبنة موتزاريلا، و1 كوب جبنة بارميجان. طيب اول حاجه هنعملها دلوقتي عايزين ان احنا نحط زيت شويه زيت زيتون على النار. انا مش هحمر كتير ولا هقلي كتير، فانا بقدر احط زيت زيتون. هحط هنا البصل، بس تقليبتين كده علشان عايزين نعمل الصوص بتاعتنا هنعملها. وكمان نسيت، انا اسفة، صلصة طماطم، وممكن تحطوا كمان عصير طماطم طازة. بس تقليبتين كده، وبعدين هنضيف الثوم. عايزين نعمل صوص كده تبقى لذيذه، هنعمل لها بس يعني هنحط لها بس زيت الزيتون وبصل وثوم، وهنحط لها كمان صلصه طماطم وعصير طماطم، وهنحط لها ريحان وملح وفلفل ورشه جوزة الطيب. الصوص طبعا هي اللي هتبقى بين الطبقات، وبعدين في الاخر هنحط كده البشاميل على الوش، وحاجه جميله جدا بيطلع طعمها لطيف جدا جدا جدا. نحط بقى دلوقتي دي يعني عصير طماطم ومع صلصه طماطم. دي بقى كل ما بنتبلها حلو وكل ما هتدينا طعم حلو في الصينيه بتاعتنا. فهنحط لها دلوقتي بس شويه ملح، ممكن تحطوا مكعب مرق لو عايزين. هنحط شويه ملح، شويه فلفل، وهنحط شويه جوزة الطيب، وعندنا هنا ريحان اخضر، يعني السمك ده كويس. لو حسيتوا انها عايزه تخففوها شويه بشويه ميه حطوا لها. ناخد بقى الريحان اللي عندنا، ريحان اخضر، هيديها طعم جميل جدا جدا جدا. يعني هي تقريبا كده خلاص. دايما الريحان وانا بحب احطه اخر حاجه. وطبعا ريحان اخضر مش ريحان ناشف، بيفرق في الطعم خالص كده. تمام،
ندوق بقى، نشوف اللي احنا عملناه ده اخباره ايه. ممتازه. بس هحط لها شويه ميه لان الصوص يعني كتير طعم الصلصه طالع، فهحط لها بس شويه ميه كده ونقلبها تقليبه. اول ما تغلي هنروح واخدينها على طول بقى ونبتدي نطبق الوصفه بتاعتنا. يعني هي عايزه دقيقتين، فاحنا في الدقيقتين دول نطلع فاصل وبنرجع بعد الفاصل نطبق معاكم الوصفه بتاعتنا، فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الصوص بتاعتنا اتسبكت وبقت ممتازه، هنبتدي بقى دلوقتي نطبق مع بعض الوصفه بتاعتنا ونحطها كمان في الفرن ونبتدي كمان في الوصفه التانيه بتاعتنا للنهارده. طيب احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو عندنا خضار مشوي. الخضار ده بتقدروا تشوه على الشوايه، بتقدروا تحطوه في الفرن لو ما عندكوش شواية. أنا حطيت بتنجان وفلفل ألوان وكوسة ومشروم، فيعني أنتوا في الآخر حطوا اللي أنتوا بتحبوه. طيب دلوقتي أول حاجة دايما أنا بحب أحط في قاع الحاجة اللي أنا هستعملها شوية من الصوص اللي عندنا عشان الحاجة ما تبقاش مباشرة محطوطة عليها وتلزق. فخلينا نحط ده بس شوية صوص كده هنا، وبعدين نبتدي نحط الخضار بتاعنا. واللي فيه هنعامل البتنجان على انه لازانيا. خلي كل حاجة كده قدامنا. اول حاجة نحط بتنجان بقى هنا، شايفين ده على الشواية معمول، بس زي ما قلتلكوا بتقدروا تحطوه على الفرن. يعني اللي بيحب البتنجان زي حالاتي هينبسط جدا من الوصفة دي. هناخد بقى دلوقتي الخضار اللي عندنا ونبتدي نحط منه شوية على حسب بقى احنا عندنا ايه. وممكن ممكن نعمل بس طبقة واحدة من الخضار وبينهم طبقتين البتنجان دول. نعمل كده على حسب كمان عمق وكمية الخضار اللي عندنا وعمق الطبق. انا الطبق عندي هنا ما افتكرش انه هياخد اكتر من كمان راق وخلاص. تمام كده. وناخد دلوقتي الفلفل المشوي اللي عندنا. ممكن نقطع المشروم كمان، يعني المشروم مفيش داعي يبقى بهذا التخن، بس احنا يعني شويناه وهو زي ما هو كامل كده وبعدين قطعناه اسهل. طبعا نكهة الشوي هتدي طعم حلو قوي للأكلة بتاعتنا دي. تقدروا طبعا تضيفوا اي خضار انتوا حابين تضيفوه زيادة، يعني مثلا حابين تحطوا خرشوف، حابين اي قرع، اي نوع من الخضار عايزين تضيفوه انتوا بتقدروا تضيفوه عادي خالص. ناخد بقى الفلفل دلوقتي وبرضو الفلفل بتاعنا مشوي
نحطه برضو كده ألوان وأخضر كله. هو طبق كمان ألوانه حلوة. ما ناقصش عندنا دلوقتي حاجة غير إن احنا نحط الصوص ونحط جبنة، وبعدين نحط كمان طبقة من البتنجان ونحط البشاميل عليهم. نحط اصفر، حطيناش حاجه صفرة لسه، محطيناش اصفر. ما فيهاش لحمه زي ما انتم شايفين، بس طبعا لو حابين تحطوا معاها لحمه برضو هيبقى طعمها حلو، بس احنا ما حطيناش. خلاص نحط كمان واحده كده من ده وتمام التمام. هناخد بقى دلوقتي الصوص بتاعتنا اللذيذة طبعا اللي حطينا فيها ملح فلفل وجوزة الطيب، وحطينا معاها ريحان، وعملنا ده وطبعا بصل وتوم، وده كله عملناه بشوية زيت زيتون. ناخد بقى الصوص بتاعتنا، خليني اشيل ده. ونحط من الصوص يعني رغم ان ما فيهوش لحمة الطبق ده، بس هو طبق غني جدا وطعمه لطيف جدا 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 مش شوية. هناخد بقى دلوقتي الجبنة اللي عندنا، عندنا جبنة بارميجان وعندنا جبنة اللي انتوا عايزينه حطوه. احنا هنحط شوية كده من كل نوع، بس هي طبعا الاجبان بتديها طعم تحفة، فحطوا اجبان زي ما انتوا عايزين الانواع اللي بتحبوها، بس انا يعني بفضل لو تكون ما بين البارميجان والتشيدر والموتزاريلا. شايفين؟ بقول لكم طبق غني جدا. ها دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط كمان طبقة من البتنجان اللي عندنا، وبعدين هنروح حاطين البشاميل فوق البتنجان، وندخل وكمان جبنه على الوش، وندخل بقى الكلام ده كله الفرن علشان البتنجان يسيح، اسفه الجبنه تسيح والبتنجان وكل الخضار يندمج مع بعضه. تمام كده، يعني بوعدكم لو عملتوا الطبق ده اي حد هياكل منه هينبسط جدا. خلاص هناخد بقى البشاميل اللي عندنا، طبعا البشاميل يا بتستعملوا البشاميل الجاهز لو حابين، او احنا طبعا عملنا البشاميل كتير جدا، وبرضو هنقول الطريقة في السريع كده. هو كل يعني مثلا هنحط معلقه زبده او سمنه، يبقى عليها معلقه دقيق وعليها كوبايه لبن وهكذا، يعني واحد بواحد بواحد. يلا تمام كده عشان ما يطلعش بره. اوكي بس هنا في حته باينه
وناخد بقى تاني جبنة دلوقتي وبرضو نحط على الوش، وهندخل بقى الكلام ده كله الفرن، وبعدين نعمل معاكم جزء كده من الحلقة من الوصفة التانية، ونطلع فاصل ونرجع نكملها. بس ايه، نعمل جزء كده معاكم قبل ما نطلع الفاصل. طيب ده بقى على الفرن زي ما اتفقنا، درجة حرارة عالية، يعني ممكن احطه على مثلا، ممكن نحطها على 200. ممكن نحطها على 200-220 كمان، 220 كويس. معلش حصل خير، حصل خير. ناخد بقى دي لانه اسهل الصراحة، لو حطيناها في صينية بتبقى اسهل ان احنا نطلعها من الفرن، عشان كده احب احطها في صينية. تمام، دلوقتي بقى خلينا نعمل مع بعض الوصفة التانية بتاعتنا للنهاردة، واللي هي احنا عملناها قبل كده بس اتطلبت كتير جدا مني، وانا عارفة ان في ناس كتير يعني ما بيفتحوش السوشيال ميديا، او يعني ما بيحبوش اليوتيوب مثلا نقدر نقول. فهنعمل الوصفة دي تحفة رائعة لذيذة جدا جدا جدا، هي الراكي رود. الراكي رود سهلة قوي، علشان نعملها عايزين بسكوت شاي وكوبايه ونص مارشميلو من الصغير، وكوبايه شوكولاته بيضه وممكن نستغنى عنها، وكوبايه شوكولاته عاديه، وكوبايه زبده فول سوداني، معلقه كبيره زبده، كوبايه ونص من الرايس كريسبي. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ عندنا هنا الطبق ده، هاخده هحط فيه البسكوت اللي عندنا، هرصه بالشكل ده وهدخله على الفرن بعد ما احط المارشميلو فوقيه. دلوقتي تشوفوا ازاي هنعمله، ممكن نعمله بالشكل ده احسن. حط ورق زبده انا، يعني ممكن يبقى اسهل لما نيجي نطلع الحاجه الراكي رود من الصينيه. وهنحط دلوقتي مارشميلو فوق البسكوت بتاعنا. تمام، هجيب بقى دلوقتي انا المقاس، وهنجيب المارشميلو لان المارشميلو يعني حسيته كبير شوية، شايفين؟ فهنقصه بالشكل ده ونحطه في الفرن لغاية ما ينتفخ. فدلوقتي أنا هرص المارشميلو، هخليه يغطي تقريبا يغطي البسكوت عندي، وهحطه في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما ينتفخ كده وحسهم لزقوا في بعض كلهم. نطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون انا عملت اللي قلت لكم عليه، وهو اني اقص المارشميلو واحطه في الفرن على درجه حراره 200 لغايه ما ينتفخ. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا دلوقتي حطينا المارشميلو بتاعنا على الفرن في الفرن، وهناخد بالنا علشان ما يتحرقش لسه شويه. دلوقتي حطينا البسكوت والمارشميلو في الفرن، حطينا دلوقتي مع بعض هنكمل، هنحط الشوكولاته العاديه حطيناها على بان ماري على حمام مائي، وهنحط عليها الزبده
وزبدة الفول السوداني الاثنين. ادي الزبدة ونقلبها. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الاتي، حطينا البسكوت في الصينية، حطينا عليه المارشميلو، بسكوت رصيناه حطينا عليه المارشميلو ودخلناه الفرن. حطينا الشوكولاتة العادية على حمام مائي مع الزبدة، وهنحط لها دلوقتي زبدة الفول السوداني كمان. عشان هو ده اللي هيتحط فوق المارشميلو والبسكوت لما يطلعوا من الفرن. ها كده احنا مع طبعا الرايس كريسبي. كده احنا ايه؟ هتجهزنا الحاجات اللي هي بتتحط على النار كلها، سواء في الفرن او في البوتاجاز. خلينا نروح نبص سوا كده على المارشميلو. ده كويس ان احنا بصينا. في الوقت المناسب شوفوا. طيب دلوقتي احنا هنا يا جماعة اهو قرب ده كله يسيح، لازم يسيح كويس قوي علشان نقدر نحط له الرايس كريسبي، وبعدين نحط بقى كل الكلام ده نفرده على وش المارشميلو بتاعنا. الشوكولاتة البيضة لو هتحطوها بتتحط دلوقتي، يعني بنحطها فوق، يعني مثلا لو هي تشوكلت شيبس بناخدها بنحطها فوقيها كده هنا، او شوكولاته مبشوره زي ما تحبوا. يعني لو هتحطوا الشوكولاته البيضة ممكن زي ما قلت لكم تستغنوا عنها خالص. دي بس تسيح شويه، لسه زبده الفول السوداني. شايفين هيبتدت تسيح وتبقى ممتازة. بتهيألي ممكن نشيلها دلوقتي خلاص. اهي شايفين. ناخد بقى الرايس كريسبي اللي عندنا اهو. ايه هو الرايس كريسبي؟ الرز المقرمش ده، شايفينه؟ هو ده بيبقى فيه منه كده وفيه منه بالشوكولاتة. زي ما تحبوا، هاتوا النوع اللي تحبوه، يا اما ده يا اما اللي بالشوكولاته، الاثنين شغالين ممتاز. وصفه بسيطه جدا بس طعمها خرافي، طعمها ما تصوروش قد ايه حلو، يعني بجد لذيذه جدا جدا جدا. خلاص تمام كده، نجيب معلقه ونبتدي نحط الرايس كريسبي والشوكولاتة والبينات باتر. الخلطة التحفة دي ونفردها بقى كويس على الوش. وهناخد الكلام ده كله، يعني مش مضطرين نحطه في التلاجة، بس هنستنى لغاية ما يبرد وبعدين يتقطع وتدوقوا بقى الطعم التحفة بتاع الروكي رود اللي عملناها النهاردة معاكم. طيب دلوقتي عندي بقى ايه؟ عندي تقرير مع شيف زميل عزيز جدا من الشيفات اللي انا بعزهم جدا، وغير ان هو شاطر هو كمان يعني شاف لطيف جدا، حابه انكم تشوفوه وتتعرفوا عليه. ده طبعا اللي ما يعرفهوش، يعني النهارده التقرير رحنا بيه على الاردن
زي ما قلنا ان احنا هنعمل تقارير مش بس من مصر، هنستضيف هنروح لشفات وبلوجرز مش بس في مصر كمان بره مصر. ورحنا المره دي عند، والاسبوع اللي فات رحنا عند الشيف ايناس عاهد في الاردن، والاسبوع ده رحنا عند الشيف نضال البريحي من الاردن، وعايزين نشوف التقرير مع بعض. وقريبا جدا هنروح بلاد تانية كمان زي الامارات والكويت والسعوديه، هنروح كل البلاد دي باذن الله. دلوقتي خلينا نطلع نشوف الوصفات الجميله اللي عملها لنا الشيف نضال البريحي من الاردن. احنا عند الشيف نضال من الاردن، وشيف نضال شيف شاطر جدا جدا، وغير ان هو شاطر هو شيف حضوره حلو قوي على الكاميرا، ودلوقتي هعرفكم عليه. يلا بينا. شيف نضال ازيك؟ ايه اخبارك؟ شيف غادر كله تمام؟ اهلا بيك. اهلا اهلا. يلا بينا يا شيف. اهلا وسهلا. هتعمل لنا ايه بقى النهارده؟ اول شيء نورت يا شيف غاده. ده نورك في بيت المتواضع. انت حبيب الكل. هذا اسال الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. هتعمل لنا ايه؟ اليوم راح نروح على المطبخ الايطالي، حنسوي ثلاث اطباق. ثلاثة؟ نعم ثلاثة. يا عيني. حنسوي سلطة، سلطة الجرجير مع الفطر، وحنسوي لكم كمان طبق الرئيسي راح يكون الفوتوتشيني مع البيستو سي فود، واخر شيء حنسوي لكم الكافي باناكوتا. يا عيني. يعني اليوم اطباق ايطاليه من قلب المطبخ الايطالي. من قلب المطبخ الايطالي. انت على فكره بتشجعي ايطاليا ولا بتشجعي ايش يعني؟ في ايه؟ في القدم، كره قدم. انا يعني ما بعرفش اي حاجه في الكوره. صرنا اثنين. ما اعرفش غير محمد صلاح. وميسي. تحيه لمحمد صلاح. ما اعرفش غير محمد صلاح. ورونالدو. طبعا طبعا. بس. عندي اوراق الجرجير، طبعا الجرجير مغسول مرتب، يعني كل شيء تمام. عندي الفطر كمان والبصل الصغيره هون، وطبعا اول شيء بدي اطبخ الفطر واتبله حتى اعمل له عمليه تخليل ونقع هيك، وكل ما انترك بالثلاجه يوم يومين بيعطي طعم اطيب. حلو. فمباشره راح اجيب شويه زيت زيتون، سكيبه زيتات غدا. يا عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه زيت، وبدنا نجيب هالبصله نقطعها بشكل جوانح، هي تقريبا نص، عندي تقريبا انا يعني كوب ونص من الفطر، وعندي تقريبا نص بصله فقط لا غير. يعني البصل والمشروم مطبوخين. بدي اطبخهم مع بعض وخليهم يبردوا. اوكي. حنبلش في الطبق الثاني. طيب. بخلص الطبق الثاني وحنسوي الطبق السلطه حتى يكون بردوا صار فيهم طعم طيب. يلا. احنا بحاجه لهون كمان شويه من الروزماري، هي الروزماري عندي هون. شويه من الزعتر كمان. شويه من خردل الديجون مصر احسنتي. عندي هون ملح وفلفل كمان راح احتاجهم حتى نتبل الفطر مع السلطه. أوكي. كل ما عطينا تتبيله طيبه كل ما كان عندي الامور اطيب. بسم الله. هاي البصلات بلش فيهم، بعد النار يعني شوي بارده، بعدها بدها شويه صغيره مش مشكله. هاي عندي البصل هون بلش يا غاده ينطبخ، راح اضيف شويه ملح بسيطه عليه بس حتى اساعده على سحب الملح او المي منه. المي. ايوه. كمان راح نضيف شويه من هالفلفل الاسود، ومباشره رايح اضيف الفطر ان شاء الله. يعني كده بتعمل جو كده. هيك الحلاوه والامور. أيوة. تمام. ايوه. طيب. الان راح اضيف طبعا الباقي العطريه، البوكي جرنيل، هو شويه من الروزماري والزعتر حيعطونا طعم كثير طيب. عبين ما شويه تتبل هون، عندي المي عم تغلي لحضر الطبق الثاني. يعني عليكي يعني عليكي. شكرا شكرا. إسلام. شكرا. على فكره غدا دائما في نقاش شغلي عنك، بيحكوا نضيف زيت ولا ما نضيفش زيت ولا مش عارف ايش، فانا بحكي لهم شفتكم يا سلام. بالظبط. ايوه كده. هو زمان تقريبا كانت انت عارف ان الحله بتاعتك زي الحله بتاعت السي بي سي سكر. ايوه نفس الحل. حلوين حلوات. نفس الحل.
ولايقه على لبسك. أيوة. يعني ولا دي المدام اللي مظبطاك بقى ولا ايه؟ معقول مظبطتي دايما. هو صار عندي جاهز. اوكي. امور كويسه. راح ارفع على جنب هون حتى يبرد. طبعا هون احنا بنسوي اليوم فتتشيني مع البيستو صوص. البيستو صوص طبعا هو الريحان المتبل مع الصنوبر وجبنه البرميزان. وحنسوي كمان شويه كريمه بسموها كريمه لباني يمكن في مصر. فمع الكريمه اللباني شيء مرتب. اذا طبقنا الاول صار جاهز. احنا حنسوي بعدين مباشره طبق السلطه. السلطه. طبعا احنا صرنا جاهزين دائما وابدا. ما شاء الله ما شاء الله. شايفة الأمور. شايفة تمام التمام. هاي عندي السلطة الآن بدنا نسويها. هاي جات السلطة. أيوة. فمباشرة غادة راح أخذ إيش؟ المشروم. أيوة المشروم اللي برد بقى. أيوة المشروم البارد اللي برد جميل جدا. أوكي. بعديها غادة حجيب شوية شيري توميتو البندورة هيك صغيرة المرتبة. رهيبة يا غدا انت متبعة معك والله رهيبة يا غدا. طيب آه. شو بنسوي الآن؟ نجيب أوراق الجرجير اللذيذة. أوكي. ونقطعها يا غدا بهالشكل. سلطة حلوة جدا. حلوة حلوة. ونروح إيش؟ أيوة هاي هون إحنا صارت أمورنا ممتازة ممتازة. يعني بحسش بالفرق الفظيع بين التوابل بتاعة الأكلات. طبعا كله لذيذ. حتى تيك سنوبر. أيوة. آخر هذا حتى جبنة برميزان. يعني لأن صار طبق السلطة اللذيذ جاهز. الآن بدنا نأخذ عندنا فنجان قهوة أنا وياكي ونرد نكمل طبق الحلو بالآخر. طيب ماشي. إيش رأيك؟ موافقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. إذا طبقين عملناهم اللي هو الباستا سيفود مع البيستو صوص وعملنا لكم سلطة المشروم المنقوعة والمطبوخة مع ديجون ماسترد. تسلموا إيديك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بعد القهوة روقنا. أيوة. المطبخ يا شيف غادة. شو حنسوي لسا؟ باناكوتا. باناكوتا إيطاليان كوزين إيطاليان ديش بس بالقهوة. يلا. أيوة. أول شيء نجيب ربع كوب. طبعا أنا بستخدم دائما غادة الأكواب القياسية. أيوة. فرحين نستخدم كمان يا غادة ملعقة ونصف من القهوة سريعة التحضير. وزي ما حكينا لكم الملاعق المعيارية القياسية. اوكي. فبندوب القهوة السريعة في مية سخنة. مية سخنة بالضبط. وبنشيلها كده على جنب. هون هون بجيب برضو ملعقة واحدة من الجيلاتين. وبضيف عليه نصف كوب كمان قياسي من المي الباردة. لازم تكون مي باردة هون. اوكي. وطبعا نبدأ ندوب فيها. طبعا بعد 4 ساعات بالتبريد يا غادة راح يكون في عندي طبق جميل. انا هون عامل 5 كاسات. ما بعرف اذا بتحبي تذوقي هيك شيء يعني. بحب. يلا تفضلي. طبعا. حتى نفرجي الناس القوام تبعها غادة. ايوه ما هو انا القوام كيف بيكون؟ كثير كثير مرتب. وسكره متوازن يعني مش من السكر مش حلو كتير. طبعا الناس اللي شوي بتضايق من السكر فظيعة خفف السكر شوي. لذيذة لذيذة. عارف شوية عاملة زي ايه؟ ايه تفتكر؟ اللاتيه. كريم برولي. كريم برولي شوية. صحيح صح. انا معك يعني نفس القوام. نفس القوام. يعني لو حطينا لها شوية سكر على الوش عملنا كريم. أيوة بروليه. كريم بروليه سريع والله. والله جميل صح؟ صح أنا معك فيها. سلام عليك بتاعك. فشكرا شيف غادة كمان لحضورك لبيتي. لا ده أنا اللي شرفت والله بيك. ربنا يخليك. وبجد يعني أنا متأكدة أن كل اللي بيتابعونا انبسطوا بيك زي ما أنا انبسطت. مش بس بأكلك بحضورك وبتلقائيتك وابتسامتك اللي دايما على وشك. إن شاء الله تفضل على وشك دايما الابتسامة. وأنا بوجه تحية كمان إليك ولكل مشاهدين قناة CBC سفرة. بحكي لهم
أسعد الله الأوقات وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بشرفني أني أكون أطل من خلال برنامج شيف غادة العظيم. أكيد مش آخر مرة. بتشرف شرفك. تسلم، شكرا يا شيف. شكرا لمتابعتكم لحلقة النهاردة من زيارة لبيت شيف، واللي كان فيها معانا الشيف نضال البريحي من الأردن، وإن شاء الله مع زيارات لشيفات تانيين من بلاد تانية كتير في الأسابيع القادمة. شكرا لكم وشكرا لك يا شيف نضال. السلام عليكم. مع السلامة. أهلاً وسهلاً بيكم كمان مرة. بتمنى يكون التقرير عجبكم والوصفات اللي قدمها لنا الشيف نضال عجبتكم. دلوقتي احنا هنطلع طلعنا الصينية بتاعت الخضار المشوي بتاعتنا من الفرن، ودلوقتي عندنا الراكي رود اهو كمان جمد وبقى ممتاز زي ما انتم شايفين اهو، وبنقطعه وبيتاكل بقى، طعمه رائع رائع. بيتقطع مربعات على قد ما هي وصفة بسيطة، على قد ما طعمها يعني فوق ما تتصوروا قد ايه لذيذ. شوفوا مارشميلو والحركات والبسكوت. دي كده كانت وصفتنا معاكم للنهاردة. عملنا صينية الخضار المشوي بالبشاميل، وحطينا فيها خضار زي ما قلنا حسب الذوق بتحطه. أنا حطيت بتنجان، وحطينا كوسة وفلفل ألوان ومشروم، وحطينا لهم بشاميل، وبين الطبقات حطينا صوص بالريحان وجبنة مبشورة، وعملنا كمان الراكي رود. وصفة سريعة ولذيذة جدا جدا، فوق ما تتصوروا قد ايه طعمها حلو. وكمان طلعنا تقرير مع الشيف نضال البريحي اللي عمل لنا برضو وصفتين حلوين جدا جدا، وانا طبعا دقتهم وهم يعني فعلا طعمهم حلو، بنصحكم تجربوا الوصفات بتاعت الحلقة النهاردة كلها. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وما تنسوش ان الوصفات كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا وعلى طول، وكمان بتقدروا تشوفوا الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة بإذن الله. باي باي.